أهلا بكم، نافذ على مصر حلقة جديدة، ونبدأ بالفقرة الإخبارية يحدث في مصر قبيل بدء الحلقة بنصف ساعة تقريبا أو بساعة. مصدر أمني في وزارة الداخلية القبض على أمين عام حزب الحرية والعدالة برفقته قيادي آخر قبل الخروج من البلاد متوجهين إلى ليبيا. أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على حسين إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة ومعه قيادي آخر بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح. وأوضح المصدر في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني مفادها اختباء كل من حسين إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة وبرفقته القيادي الرفاعي حسن بالساحل الشمالي. ينضم إلينا للتعليق على هذا الخبر المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ محمود جابر. أستاذ محمود أهلا بك يا فندم. اهلا دكتور اسامه، مرحبا. نعم، ماذا حدث وكيف تم اعتقال حسين ابراهيم؟ وطبعا حسب المعلومات المتوفره وكما تم الاعلان عنها، يعني وهناك معلومات متضاربه، يعني ما بين انه يعني تم القاء القبض عليه في ناحيه العجمي، وهو من المعروف انه يعني ينتمي لمنطقه غرب الاسكندريه، فمن الطبيعي يعني ان يكون في محل سكنه او يعني حيث كان يعني يسكن، او كما يعني روايه اخرى انه كان ناحيه الساحل الشمالي. تعددت الروايات، ولكن الخوف هو ما يعني يساورنا ويطاردنا من يعني ان يتم يعني تصفيته او الاعتداء عليه او تعذيبه كما يحدث مع سائر النشطاء والسياسيين الذين المعارضين للانقلاب. هذه سياسه السيسي أنه يعني لجأ إلى تصفية من يتم إلقاء القبض عليهم، فنحن كحقوقيين وقانونيين يعني نحمل الداخلية وحكومة الانقلاب مسؤولية حسين محمد، يعني ذلك النائب الشرعي ورئيس يعني أمين عام أكبر حزب في مصر، فيعني نحمل الداخلية وحكومة الانقلاب مسؤولية الحفاظ على حياته وعدم المساس به، ويعني أن يكفلوا له كافة حقوقه القانونية. نعم. في بلد يعني ضاعت فيها القوانين. طيب، هل تم التأكد من رواية الداخلية بأن حسين إبراهيم ومرافق معه كانوا على وشك الخروج من البلاد متوجهين إلى ليبيا؟ لا، يشكك في هذه الرواية، لأن يعني أماكن مكان تواجده هو غرب الأسكندرية حيث محل سكني ودائرته الانتخابية المعروفة، ولكن أنا أشكك في قصة هذا الهروب، يعني يبدو أنها رواية مختلقة للداخلية ومشكوك فيها، يعني لا تعد صحيحة بالمرة. أشكرك شكرا جزيلا محمود جابر المحامي والناشط الحقوقي، كان معنا عبر الهاتف في الإطار